النهارده الرئيس استخدم صلاحياته الدستوريه وقرر الافراج عنه، وحمل الينا بقى يعني الاخ طارق العوضي نبأ الافراج عنه، وطارق الخولي كذلك، مما جعلنا ان احنا يعني ايه نثمن هذه الخطوه جيدا. الافراج عن زياد العليمي ده بيأكد صدق الرئيس وصدق الحوار الوطني وصدق لجنه العفو الرئاسيه في ان هو هيفرج عن المحبوسين على قضايا الراي. سلسله من قرارات الافراجات اللي بتؤكد على ايه؟ حرص الرئيس السيسي على رفع القيمه الحقيقيه للحريات وتوطيد اواصر الديمقراطيه. فعلا الدوله تسير تجاه الحقوق والحريات هذا الان، والذي تم الافراج عنه اليوم زياد العليمي يدل دلاله قاطعه على ان لجنه العفو الرئاسي تعمل بخطى سريعه. تاتي النهارده عفو السيد الرئيس بترحيب شديد مننا جميعا، وهذا الترحيب مساره انه زياد العليمي طبعا يعني هذه القضية متداولة منذ فترات وتم الحبس فيها، وكلنا مش عايزين نتدخل في موضوع القضية، لكن خلينا نتكلم انه العفو الرئاسي اللي تم النهارده اصلك صدورنا جميعا.